حصل بعض التعديلات في المباراة النهاردة. صحيح. عشان كده الأداء اختلف. أنت كنت بتلعب غانا طبيعي. غانا برضو مش مستواها. مش هي دي غانا اللي احنا كنا متوقعينها. الأحداث اللي حصلت في غانا قبل البطولة في الفرقة استبعاد أساموآ جيان. لا أساموآ جيان يرجع. شرط القيادة طيب. تبقى معاه هو ولا مع أيو. حسيت بيه في الملعب. في البطولة دي. النهاردة. بص هو جيان جاي كمجاملة لتاريخه. مش للاعتماد عليه. هو باين من الاول ان هو ملوش دور. هو صاحب شرط القياده منه والاعتماد على التنبؤات الروحيه والكلام ده كله معاه باللون الاسود. بالظبط بالظبط. هو يعني التنبؤات الكواسي ابيا قالها ان حد جاء وقال له ان غانا مش هترفع الكاس غير مع ايو هو الكابتن. فادينا شفنا في النهايه مفيش كاس.